متتبعي ومتتبعات جريدة صافي جود، طرق باب الجريدة رشيد مطار. رشيد مطار كيسكن في الجنوب ديال مدينة أسفي. المشكل اللي تيعاني منه رشيد مطار وهو أنه على مجال لسانه بأنه جاهد واجتهد ضرب تمارة من زمان باش يدير هاد القبر ديال الحياة. شرا واحد تحيتية مؤخرا هاد الدار هادي بدات كطيح ليه، السقف ديال الدار والجناب ديال الدار كاملين بدا كطيح ليه. كما غادي تشاهدوا متتبعين متتبعات جريدة صافي جود، باغي يصلح هاد الدار هادي، باغي يصلحها، ولكن كيقول لك بان الهواء شاريه واحد مرة كتعيش في الديار الاوروبيه. هاد السيده هادي ما كيتواصلش معها بصفه نهائيه، ولا بغى يصلح هاد الدار هادي غادي يعاودها كامله، غيسوسها، غيبدا السوار حتى هما غيديروا من جديد، وبالتالي غادي يسلق هو اللي خاسر. وهاد السيده هادي باغي غير يتواصل معها، ما لقاش كيفاش غيدير يتواصل معها. رشيد مطار يناشد المسؤولين يتدخلوا باش يوصلوا لشي حل، لانه غدا او لا بعده تقدر هاد الدار هادي تطيح على ماليها. خليكم مع رشيد مطار. وكنناشد جميع السلطات باش تشوف زعما في هذا الحل هذا، لانه مولات هذا الملك اللي شاريه ليا هذا الهواء الفوق هي ما بغيت غير نتواصل معها، ما كايناش هي في الديار الاوروبيه، ما في هولندا ولا شنو. وفين ما كانت الشتاء يعني كتهبط ليا الشتاء، كنت في المحل هاد البيت اللي كنعس فيه شي حاجه، يعني كنجمع الفراش ديالي والفراش ديال هذاك البيت الاخر، يعني الماء كيطلع من الارض كاع ماشي غير من سميتو، وما حتى في الراحه ديال ما مرتاحش فيها، لانه يعني لدرجات كان هاد السقف هذا راه طاح، وحتى في الكالج انا مكالي غير بهاد الركيزه هذه. طاح ليا في داك البيت واحد العام الاول ثاني وصلحت النص ديالو، ما قلنا حتى مشكل. وفي هاد حاشك ما دار لي طواليت حتى هي راه طايحه، حتى هي ضربت لها، درت لها الترميم في الكوزينه حتى هي طاح ليا فيها واحد شويه حتى هي راه سميتو، ولكن اللي حد الان ما جاوش به النعاس، حتى ديال النعاس ديالي ما كنعاش على راحتي، لدرجه انا درت شكايه في المحكمه وكيقول لي بانه خاص مولات الملك تكون، ولكن مولات الملك ما كاينش واحد من عائلتها ولا شي حاجه باش نبلغوا ديك الرساله اللي على الاقل يحضر باش يخبرها تواصل معايا وش. ولكن كناش دابا انا السلطات باش يمكن تدخل دير معايا شي حل ولا شي حاجه اللي نصلح بها انا هذا المحل هذا، ولدرت انا صلحته انا غنولي خاسر. بغيت نصلح راه خصني نطيح حتى الدار غادي يطيح، خصني نضيع حتى كامله باش يمكن لي نصلح باش ندير. ولكن صافي جود كنشكرها جزيل الشكر، اللي هما راه مغيبينوا لكم بانه دوك الشقوق كاملين اللي كاينين في المحل عندي اللي ما غنقدرش نكمل فيها المسير الحياه ديالي، ما نقدرش نعيش فيها عادي. درت واحد المحضر ديال اثبات الحال في هذيك الحاله اللي كنت خبرت السلطه هي الاولى، جاو المقدم قال لي انا نمشي نقولها للقيد، ومشى فعلا نيت المقدم مشى خبر القيد داكشي. القيد هو كيقول لك انا خصني مولات المحل اللي غادي نتواصل معها باش نقول لها تصلح ليك اولا شحال. فاذا بي انا اضطريت نعاون يطلع عون قضاء يدير لي شهاده ديال اثبات الحال بالصور وداكشي كلشي عندي في المحكمه في هذيك المحضر وداكشي. خويا انا كنسكن بهاد الدار، الدار طايح عليا وانا راني عييت، تراني وليت كناكل دواء تاع العصاب، وهاد السيده ما دارت معايا حتى حل، ما بقيتش كنعس لا بغيت ندوز على البيت الاخر، كنهز عيني بحال هكا كنخاف الدار طايح عليا، وراني ما بقيتش كنعس في خاطري وفي راحتي. انا كنطلب من المسؤولين يشوفوا فينا في وجه الله، حنا ما طالبين حتى حاجه، ما طالبينش بعد شي حد شي اعانه، حنا بغينا غير المسؤولين يجيو يشوفوا هاد الشيء ويديروا معنا شي حل، الله يجازيهم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.